إلا الذي يحيي الأموات ويقيم الراقدين في القبور إلى ديا الأحياء. ورأت أخي حاجة فأخذت أحشاءه دون أخيه، فكيف تقيم محبة الله فيه والتسبيح الله دائما؟ مثل ما عاش يسوع في الأبطال، مثل ما يجري
التصرف فيهم وقت يتغيروا وكسر يشرحوا وتوضيح لهم. الحالة صعبة بس النصر النهائي هو للخير، لأن الله مع الخيرين الشجعان. Thank you.
وانا النهائي يقول لكم عليك.